متابعينا الكرام مشاهدي قناة شوف تيفي، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر. مباشر معكم من مدينة الدار البيضاء. الأشغال كازا متابعينا الكرام مازال ما سالتش. هذه الأشغال اللي استمرت الأشهر عديدة هنايا بدرب عمر في شارع محمد السادس، مازال الأشغال مازال مستمرة متابعينا الكرام، والمواطنين يعني كيلقاو صعوبة في التنقل وفي قضاء يعني الحاجيات ديالهم وأخذ المستلزمات الخاصة بهم إلى آخره. حكم هذا الدرب هذا متابعينا الكرام أو هذه المنطقة هذه معروفة في التجارة، نقدروا نقولوا على منطقة يعني اقتصادية بامتياز، منطقة تجارية، فأكيد هنا المواطنين كيكونوا كيتنقلوا بزاف، كيجيبوا السلعة حكم المحلات، حكم يعني المحلات التجارية ديالهم، فمنين كتكون هاد الأشغال هذه فكتسبب لهم في واحد العرقلة اللي هي كبيرة بزاف، فانتم كلشي كتشوفوه على أعينكم. طبعا الأشغال الدور ديالها هي أنها يعني كتساهم في الحد من المشاكل اللي كيقدروا يعانيوا منها المواطنين، ولكن في بعض الاحيان ملي كتكون كتولي يعني يعني بشكل يعني كبير، يعني كتعرف كتكون كتعرف واحد الفتره اللي هي كبيره، عامين 3 سنين 4 سنين 5 سنين، ومازال يعني هاد الاشغال مازال ما سالوش، فبالتالي راه كتكون واحد الصعوبه اللي هي كبيره، وحتى المواطنين كيولي طالع عليهم الدم، يعني ما كيبقاوش علاش. الى جانب المشكل اللي ديال العرقله اللي كيتخلق بالنسبه للتجار المواطنين هنايا، فحتى بالنسبه للسائقين المهنيين او يعني اصحاب السيارات اجره او يعني الناس اللي كيكونوا خدامين اللي كيبغوا يعني يدوزوا من هالطريق هذه، كيوليو يلقاو فيها واحد الزحام بزاف، كيلقاو فيها واحد البلوكاج اللي هو بزاف، يعني بدل ما انك توصل في 5 دقائق تولي واصل على ساعه او ساعتين. هانتم متابعينا الكرام، الاشغال ديال الرصيف قلب طريق ديال الباسواي ديال الترامواي، فمازال الى حدود الان متتبعينا الكرام طريق هنايا في درب عمر مازال كل مرونه، مازال كتعرف واحد الفوضى اللي هي كبيره، تيشوفوا الفتره ديال الدير ولا في الصباح ولا في المساء كيكون واحد الضغط جد رهيب على هاد الطريق هذه، بالتالي المواطنين كيوليو في واحد الحاله كبيره من الضغط وواحد السياء كبير، ويعني ما كيبقاش مرتاحين في الطريق هذا، فكنشوفوا انه الكثير من الناس يعني كيتعمدوا انهم ما يدوزوش من هاد الطريق غير باش ما يوقعوش في داك الفخ ديال الضغط ديال انهم يتسناو ديال انهم سميتو. فمتابعينا الكرام كنشكركم على حسن المتابعه، ونلقاكم ان شاء الله في بث مباشر اخر، الى اللقاء.